200 ريال ضروري الحين ابى اطلع مع العيال. يا ابويا ما اقدر اعطي لك، هذه فلوس حقت الناس. ايش قاعد تسوي من الصبح طيب؟ طالعه انت من الصبح قاعد تشتغلين الى الحين ما طلعت 200 ريال؟ ما اعطيك هي. لا لازم اخذ، انا محتاج الحين. يا ابويا ما اقدر اعطيك هي. لا انا محتاج الحين اروح ضروري. ما اقدر معليش. احتاج 200 ريال ضروري، بطلع الحين مع اخوي. ابويا ما عندي لسه، توي بقول يا هادي. شلون توكلت يا هادي؟ من الصبح وانت تشتغلين الى الحين ما قدرت تجمعي 200 ريال؟ حتى لو جمعت هذه فلوس الناس اللي باخذ منها البضاعه. انا الحين بطلع مع اخوياي واحتاج 200 ريال ضروري، ممكن؟ ناس كتير كانت بتحاول تستوعب تصرف الشاب اللي كان صادم ليهم بشده. قرار صعب انك تتدخل في امور شخصيه، لكن ساعات بيكون مهم انك تتدخل. انت اشتغل وهو مصحى من الصبح. خليني انا على جنب، خليني على جنب. انا طلبت منك 200 ريال صح؟ ما اقدر، ماك اكلم امي انا. بس برضه في موضوع بيني وبينهم. احنا باخر ساعه من الجمعه، تدري عليك جوعه وتروح فيها. امك فيس على وجهه ياخذ الفلوس. اي فلوس؟ فلوسي حراميه. لا لا هذا ابني. هي دي الصدمه. ولد امك انت تعمل لسه؟ طيب خلاص روح اشتغل انت. خلاص اشتغل يا اخي. ياخذ الفلوس. امك ما تاخذش منها حاجه غصب عنها. هي مجبوره فيني. ما هي مجبوره فيك، انت رجال. ايش كبرك؟ ايش طولك؟ ايش عرضك؟ حرام عليك. حرام عليك. ولا يستاهل. حرام عليك. في مره تكد عليكم، تربيكم. طب انت عاوز ايه؟ عاوز ده فلوس؟ اعطيها. انا اديك. لا لا الموضوع بيني وبينك. ماشي سيدي فلوس انا اديك. انت رجال انت ولا منت رجال؟ لا رجال. خلاص اشتغل كد على نفسك، مالك شغل فيها. هي اللي كنت تصرف علي، هي اللي تكد علي. وانت ورا مأمونك الرجال؟ بالفلوس هي عندها، الموضوع بيني وبينها، انت مالكم علاقة. لا لينا علاقة. لا لا هذا انت وش بر بيها، لينا علاقة. انت راجل اصرف على نفسك واصرف عليك. هذه امك، هذه المفروض انت تشتغل وتكد عليها، مو تجي تاخذ منها. هذا انا حرام عليك لما هي تبكي كذا يعني. انت حر بنفسك بس ما تفرح عيال اخوانك يا فلوس، حرام عليك. حتى لو امك فيها حرام وفيها فلوس. ايش تبغى مني؟ ايش تاخذ حاجه من امك كده؟ هي والدتك مش عاوزه عليك قدام والدتك. خلاص طب اديها. طب فلوس تاجات، بطلع اليوم ضروري. وبدات الاعصاب تفلت فعلا. اسمعي خلاص، انا قاعد اكلمك. امك تكلمها باحترام. تكلم امك بالطريقه ذي، سؤالي واضح. قاعد تتعب من الصبح وتجي تاخذ فلوس منها كذا. لخص كل الكلام في كلمه. من الصبح يا ابو لك شيء، انا بعمل لك شرطه. ما تتكلم كذا قدام خلق الله كذا. طيب الموضوع بيني وبينها. مين اسمع عند امك؟ طيب احترم علاقات قدام العالم. الكلام مو بكلام بيني وبينك، صح ولا لا؟ فلوس صح ولا لا؟ فلوس. مشاعر وقلب وملامح ملاك بجد. ومع الموقف القوي ورد الفعل العنيف ده كان لازم نتدخل بسرعة. مع برنامج الصدمة من بي سي وهذا الموقف احنا متوقعينه والله. يعطيكم العافية، بس خليك دقيقة عشان اسوي معك بعد برضه لقاء. أنا ما تملكت أصلا، لأنه أنا عندي أمي رب العالمين فوق وأمي تحت. والله جاء في بالي أمي الله يرحمها، يعني أمي متوفية قبل سنتين من عقب الكورونا. الواحد المفروض يحترم أمه. لا ما خفت منها، تستاهل. إنه حرام إنه يجي يعامل أمه زي كذا. أنا أتمنى إن ما حد يسوي كذا، لأني أنا جربت هذا الموضوع مرة بحياتي، ومرة ضايقني، ومرة يعني كذا سوالي بالمجتمع يعني الخاص مشكلة كبيرة. مهما قالت لك، مهما فعلت لك، سمعنا طاعة. تذكرنا لا ماتت، أول ما بيندم أنت. الأم يعني عمود البيت، يعني إذا فقدتها خلاص ما عاد للحياة قيمة.